فما زاد عركة صايرة ليامات كبيرة ما بين لي تاكسي ولي تاكسي سكوتر، سمعتوا بها أكيد في الفيسبوك وعلى لي ريزو سوسيو. اليوم في عبدلي شو تايم جاوا الأطراف الزوز باش يحلوا مشكلتهم، باش يكلاشيو بعضهم لكن بأسلوب جديد، أسلوب راقي، بأسلوب الراب. تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، باي باي الكونتر. تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، باي باي الكونتر. موتور خفيفة كركاسة سمباتيك، كونفرمي لابليكاسيون غارانتي غمض عينيك. اعمل قهيوة في عقلك، تيكي تاكا توا نجيك، تيكي تاكا توا نجيك، تيكي تاكا توا نجيك. تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، تاكسي سكوتر، نقول باي باي الكونتر، باي باي الكونتر. دي قال سكوتور يفخ عليه ريحة التين تريتا وسع وسع يا صغير الكبير هوجاع، أربع بلايس مش واحد ندخل في لهنا. ويك معايا صغير كبير طويل قصير رجال نساء، ما يوصلهم حتى بلا وما يضربهمش لهواء. واني ما زلت لهنا. اسمع هذيك أسرع مني نوصل قبلك، ما يوقفنيش لمبوتياج على عجلة نوصل لك صاحبي سيبيير بلاك كاريناج. كرهتوا العبادة فيكم مش فطريقي، ماشي نفطر مركب البراكة ومشى على الضو الأخضر. تبنبيلي على الكونتير وتهزوها باللجوه، المواطن في روحتي ولا ولا كرهتوه، ولا كرهتوه، ولا كرهتوه. تاكسي سكوتر، باي باي تيبي، باي باي كونتر، باي باي تيتي، باي باي كونتر. فما الاصلي والتقليد، اذهب ما يمسو سديد، تكي على اليمين يا جديد في الكياس انا السيد. تاكسي تاكسي جيتونا بالتكنولوجي، يزيكم الماسكة اللي يركب في تاكسي ما يلبس الكاسكة، يلبس حزام الامان توصي سلامات، خير من اللي في سكوتور ولا موبيلات. سكر عليك الكياس كان الزم بالفرصة، هبتك من السكوتور كمل بيك الكورسة. طب شو تلقاو هكا متعاركين ودنيا ومش لاقين حل خويا؟ يا نلقاو حل مع بعضنا خويا. شوف كيفاش لقيت الحل للمشكل، قدم شوية العقل انا نهز القريب وانا نوصل لبعيد. فايدة المواطن فرحان وايامنا كلها عيد، فايدة المواطن فرحان ايامتنا كلها عيد. يا 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 مش في طريقي مش نفطر. نحكي برشا في تونس المدة هذه على أهمية استهلاك تونسي وأهمية استهلاك تونسي وكلمة لو برودوي تونيزيان، لكن زادا فما دي برودوي تونيزيان قاعدين يستهلكوا فيهم هنا، وفما برودوي أخرين قاعدين يتباعوا لبرا في العالم وقاعدين يحملوا اسم تونس ودرابو تونس لبرا من تونس. كي نقولوا هكا برشا ناس يمشي في بالهم زيت زيتونة، دقلة، هريسة، لكن اليوم باش نحكي لكم على برودوي موجود في بلدان ما تجيش على مخاخكم وعلى بالكم جمله واحده. مثلا كي نقول لكم اليوم برودوي تونسي موجود في السيشيل، كي نقول لك برودوي موجود في كامرون، في السنغال، في العراق، في لبنان، في التوغو، في ليزيل كومور، في اكثر من 20 بلاد في العالم عندنا برودوي موجود وعامل انورم سكسي ومثلنا. ظهر لي باش نسهل لكم شوي، لازم كباري باند عاونوني اعطوني تعرفوها الموسيقى ذي. شنو هي جديدة بنا على بنا؟ جديدة إذاء وصحة، جديدة نشاط وخفة، جديدة صباح وعشية، جديدة أكلة شهية، جديدة جديدة جديدة. وكي نقول لكم ببليك، كي نقول لكم جديده شنو تقولوا لي؟ كلكم جديده تقولوا لي بنا على بنا. هذه الحاجه اللي رسخت في الحاجه اللي رسخت في اذان التوانسه الكل، واي تونسي تقول له جديده يقول لك بنا على بنا.
لكن حاب نقول لكم جديدة اليوم موجودة في العالم الكل في أكثر من 20 بلاد منورتنا، واليوم زادة تحتفل بعيد ميلادها 30. جويوز انيفرسير جديدة بفضل الجودة والتنوع، موجودة بارتو في العالم، مطلوبة في بلدان كيما العراق، مداغشقر، توغو، في آسيا. دونك برافو جديدة، شرفتنا. وذاك علاش اليوم جديدة عاملة انجو سير فيسبوك، تنجموا تدخلوا تكتشفوا قداش من بلاد وشنية البلدان الموجودة فيها جديدة، وفما انفواياج بور دو بيرسون تنجموا تربحوه. دونك ادخلوا توت سويت على الباج فيسبوك جديدة والعبوا لي جو جديدة وتربحوا فواياج بور دو بيرسون جديدة حول العالم. رجعنا مع عبدالله. رجعنا مع عبدالله شو تايم، وكان تحبوا تربحوا كهرباء تبعثوا حرف ال 85 899 اس ام اس، يكفيك بعد ساعات باش تربح كهرباء. تحب توفر حظوظك ابعث اكثر من اس ام اس تروح بكهرباء من عند عبدالله شو تايم. وتوا اهو استقبل لي الضيفه متاعي بطريقتك اهو. اذا مشاهدينا الكرام اصحاب السعاده والمعالي، نستقبل معا بكل شغف نجمة تتلألأ في سماء الساحة الفنية، هي كوكب الجمال والدلع والدلال بدون منازع، هي رغداء، خنساء، هيفاء، فيحاء، عنقاء، شقراء، عسلاء. إلينا وإليكم فرجينيا العرب مع قمة لحظات الأنوثة حسناء القرن 21 كاملة الأوصاف، رانيا الدومي. كده لا مفيش في طعامه، كده لا مفيش. عسل ابيض اهو. مرحبا بيك رانيا، اكثر انسان يخليني تضرب في روحي حاسيلو. هو ديما لي زانفيتي يعمل عليهم وقع خاص اهو كي يقدمهم. والله سي بيان، هو ذاك اللي اليوم ناقصنا وذاك اللي حابين عليه في البلاد، انه الارتيست والانفيتي مهما كان نحطوه اون فالور، على خاطر مسكين شكون باش يحكي عليه هكا، شكون باش يحطو اون فالور. سي فغي، اليوم الارتيست يتسب يتهنت اللي يتمرمد يلزمو يتحط اون فالور. وي كان كمبتدئ ولا ك كا اون توس بزوان دو سا. ميرسي اون توكا. بس نزيد انا ناكد معاه رانيا التومي اليوم كالعاده قاعده تنوع في التجارب، بديت ميس ميتيو انيماتريس كرونيكوز، مثلت في سيت كوم، تلقى روحك تعمل في مسرحيه، واليوم ترجع لنا ب تجربه جديده بخلاف اللي انت مازلت كرونيكوز. معناها تجربه جديده، داري ديكو، خديت برنامج اللي هو بجا برنامج معروف. اليوم تقدم في داري ديكو، كيفاش رانيا تومي في ظرف قصير من الزمن نجمت تعمل هذا الكل؟ كيفاش نجمت وفقت؟ كيفاش نجمت تعمل هذا الكل؟ وشكون وراء رانيا تومي باش تعمل هذا الكل؟ من الذي يقف ويدعم رانيا تومي؟ من الذي يقف ويدعم رانيا تومي؟ اللي يقف ورا رانيا تومي ربي سبحانه، ساعة أولا. سكوندو العزيمة اللي عندي، معناها أنا عمري ما هكا جو غلاش ونقول لي ما نجمش نعمل وما نحبش وكيفيه وزعمة حتى شيء، لا يصعب عليا. دونك البروبوزيسيون اللي تجيني بطبيعة كي تبدا بيا وتبدا أنا حبتها وحابة باش نعملها، علاش لي نقول يلا نبداها هالافونتور هذايا والحمد لله. معناها اي اللي هو اللي يشوف يقول فيسع فيسع عملت هذا الكل، وفيسع فيسع لقات بلاصتها وخذت كورنيكوز وبرنامج وسيت كوم ومسرحيه. الجمال هذا الكل بلنده وشلخه كما نقولوا تبارك الله ما شاء الله، فهمتي شو ولات طول وعين وقد سيسير، فما واحد وراك يمول فيك ولا فما قوه كبيره ولا راجل اعمال خل نكملوا، ولا واحد مضروب فيك على الاخر وعنده الفلوس اليوم ويجي للتلفزه ذي يقول لهم عديوها ولا الحقيقه والله ولا كان عنده ولا خليجي ولا وزير ولا واحد معناها. والله كان عنده الفلوس اول حاجه بدل لي كرهبتي الخرده ساعه. شيمنا في كرهبتك نحن حتى مم لي مثلا تو كي انت حكيت هكايا نورمالمون صلح لي حالتي ساعه. بالكش انت متلفه وبعد كرهبه ما تحبش توري ودنيا لي ولا لي وديجا صحيح انت موجوده اليوم. لي والله لي ديجا تنجم تسال وانت تعرفني لطفي بالكدي. دونك بي يوكي تخلف التلفزه والمسرح كيفاه مثلا
كلها فلوس كلها برودكسيون كلها برودكسيون خدمة. معناها اسو بوان ما عندي حتى بوتونسيال، اسو بوان ما نعرفش نمثل. ودايوغ انت باكا عندك بوتونسيال في تونس؟ اي فما برشا عبيد، اما فما برشا عبيد باغ اكزومبل تخاف، فما برشا عبيد ينجموا مثلا ما نجموش ينجحوا في هذيك كما قلت. فما كان انا برك فما برشا نجم. باهي وميم تون نفس السؤال عكس السؤال هذا. قلنا وراها راجل وعندها راجل يمول فيها، واحد مضروب فيها على الاخر وقد مقطع روحه ومسكونيه موجود. لكن كي انت زاد تعمل في هذا الكل يوم مسرح وكرونيكوز وسينما والتلفزه والدنيا الكل وما تروحش وديفيليات وكل جو هذا الكل، وقتاش تلقى الوقت باش تاخذ راجل وباش تلقاو لك باش تلقاو لك راجل؟ فما فما وراضي بذي الكل، وبالعكس مشجعني على الاخر وحبني على خاطرني في الدومين هذايا. وديجا كانت الحكايه انه قبل هو كان عايش في دبي ما كانش عايش في تونس، كان عايش في دبي كان يتفرج فيا ديما في الميتيو، معناها هو الفان نتاعي، وكان يقول لهم يجوا لصحاجي لصحابي يقول لهم ريتوها الطفله هذيك باش نعرس بها بالحق هذيك باش ناخذها. والله جي ملول فددني انا شكون وهذا جي بالرسمي والله كل جي ما يبعث لي وين نطفي فيه وين فك علي البسني مريول خلع على الحم. حسيلو بعد بشويه بشويه لقيته محلي، لقيت فيه الحاجات اللي بالحق حاجتي بهم، انه هو حنين. معناها تعرفت عليه على الريزو سوسيو؟ لا لا وهو جاني سوغ بلاس. يجيك يدق على وين يجيك سوغ بلاس؟ اون فيت حسيلو هو قعد ديما يبعث لي سوغ فيسبوك ونهار كله يبعث لي بطبيعه من الاول لا وما على الريزو سوسيو فيسبوك. اما بعد قبلنا مش قاعدين حتى لين ولا ما يبعثلكش تدخل بعضك. صحيت تولي حاجه نقصتك صحيح. تقول يا اخي وين وش ما تسالش عليا زعما مش يبعث لي اليوم زعما ليه؟ من بعد شوي في هذا الكل تطفيه وحقره ودنيا على الاخر مسكين قلت له نحس كي تعاركني تبدا تخلص في اللي في اللي عملته لي. سلتوا زاد تتعاركوا يا بزاف دوس يد تجبد دونك فوالا دونك بون. هو اكثر حاجه تولي هي نتعاركوا عليها سي فغي عندك الحق. الوقت بالحق وقتي ياسر ولا مضبوط، معناها وليت نكمل نخرج 7 متاع الصباح نكمل 10 نص الليل ماضي ساعة، يقول لي خير وقت باش نقابلك. لا زيد احكي لي كيفاش تطورت العلاقة ما يهمنيش. تطورت العلاقة تقابلنا كيفاش الشخص هذا خلينا من برنامج أنا اليوم نلقى سكوب. لا كيفاش تعرفت على فان نتاعها وهي ستار وباش تاخذ فان؟ غني برشا؟ عادي سبا الحمد لله. عادي اش معناها عادي؟ عادي سبا معناها كي هبطوا الطيارة نتاعو اليوت عادي زوالي هكيك صحيت. لا سبا عادي خير من الناس وأقل من الناس وكيما الناس عادي معناها على الآخر أنا ديجا هبلتنا خير من الناس وأقل من الناس وكيما التنشينة هذيا صحيح شكون يطلع زعما. دونك دوكو تقابلت أنا وياه عطيته فرصة. كي تقابلتوا فيزيكمون من الأول محلاه لي محلاه على الآخر. هو محلاه في التصور ظهر لك محلاه في التصور ما هبطش برشا تصور عنده تصويره ولا زوز ما عندوش كي يقول لي هنا ما في بريفي ما نحبش نعبطها بعد شوف فيسبوك انت على انا باز مشيت قابلته على انا باز مشيت قابلنا. لي لي كيما قلت انت وليت ولا عندي امونك مثلا كي ولا ما عادش يبعث لي ولا ما عادش موجود وليت نستنى في ميساج واي وقت باش يبعث لي ميساج. دونك قررت نهار قال لي نحب نتقابلوا راني روحت من دبي وش في منستالي هوني في تونس وشحال بيرويا هوني الكل دونك يلزمنا نتقابلوا. هي قلت بوكوا با تقبلنا حكينا حسيت بيان سور انت اول حاجه فما فيلينغ خاطر خلينا من الفيلينغ الكشخه بوغوس بوغوس محلي فماش فيلينغ مع الكشخه من الاول ساعه لي محلي محلي فوالا عنده القبول ومحلي وعنده القبول ومن بعد الفيلينغ جاي بعد الفيلينغ جاي بون هو من اول مره تقابلنا فما كال هكا الكورون هذاك اللي ضرب فهمت حسيت في الحاجات اللي ينجموا يكملوني انا كيف كيف قال لي قد ما كنت نتخيلك محليك وهكا وسامباتيك وسبونتاني ما كنتش نتخيل لهالدرجه هذيا نتخيل لك العكس هو ليه مش بي وانا مضروبه في روحي ياسر كلي نتاع هكا وانا ليه وكل تشقنس ودنيا تشقنس جمله كيما تعرفني دونك قاعدين على رواحنا نورمال فدلكنا ضحكنا سبونتاني كيما العباد الكل تعرفني وكا ان شاء الله ربي يسهل معناها انا نحط في بلاصتي في الراجل هذا بخلاف معناها نعرفك وزميله ودنيا الراجل يحقق في امنيته كان فان يلقى روحه مضروب فيه اول مره ويعارك فيها عرفت معناها الراجل كان ولا يطالب بحقه والدنيا عارك فيها ويقول له اول مره تقابلت مع اصحابه انا قصته حلوه مش قصتك انت حلوه قصته هو حلوه اول ما تقابلنا مع اصحابه وقتها ما نعرفهمش طرشقوا بالضحك قلت بهم هذوما يضحكوا عليا قالوا لي ليه خاطر ماناش مصدقين اللي انت بالحق معناها تلمون كنا قالوا لي كنا نضحكوا عليه يودي فاش تحكي لك تفلم راهو وهو وقت عنده شكون ديجا معناها عنده شكون في حياته ليه راهو امبوسيبل راهو معناها حكايه ما تصيرش بدي تحكي لي بيا تو تاخذها كلي هكا
بعد سافا. معناها كي قاعده تقول تتخذها كانك قاعده تقول الحكايه سيريوز مش تاع الصحبه وكاو معناها. اي هي سيريوز بالطبيعه. سيريوز ما نعملش حاجه غير سيريوز. معناها تختار خطبك. مازلت بون خطبه خاطر عندنا شويه مشاكل في الدار، بابا مريض وكل دوك ربي يشفيه. عندنا شويه مشاكل لكن في الدار. معناها الحكايه ماشيه للعرس وللبروجي بتاع هيا مبروك هنيئا لك يا ربي. ميرسي. ربي ربي يهني لي فان الكل. هاكا حتى فان اليوم ما يأيس من 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 بيان سور الحكاية بيان سور اخي كلنا عبيد احنا اخي ممثل شنو ممثل ياكل ويشرب ويشخر ويرقد ويخرج ويتنفس يا قصتك على هو خاطر جنرال مول ممثلات كي تولي في ستار ومعروفة وتبدا مزيانة تولي نو با دو تو وانا باغ معناها باغ برانسيب ديما نقول ما يحبش عبد من خدمتي وباغ برانسيب ما يحبش راجل عنده برشا فلوس ديجا حكينا عمي ولا على الخيانة والحكايات هذوك بكل معناها كي يبدا عنده برشا فلوس اوتوماتيكمون باش يولي هكا جوست هكا الحاجه هذيك اللي عجبته خذاها اه باش يغزر ايوغ مازلت شاده فيها هكا شاده فيها الحكايه هذيا بون بون مادام حكينا على الممثل شنو احوال مسرحيتك انت وفيصل مسرحيتي الحمد لله يا ربي ماشيه بالكدا اللي نعملوا في دي كومبلي دايوغ سيف سني عديناه من جهه لجهه دونك دخلنا ياسر الجهات برشا 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 بلايص في تونس ما كنتش نتخيل انه فما برشا بلايص مزيانين هكاك في تونس وجمهور كيما هكاك في تونس بالحق جمهور يعرف معناها مسرح جمهور مثقف محليهم على الاخر وبروشينمون بون غدوه تلقاوني في نيس باش تعرضوا البرد ولا تعرضوا البرد دونك غدوه في نيس ان شاء الله دونك اللي عايشين في نيس الكل توينسه اللي عايشين في نيس الكل مرحبا بكم تجيو تتفرجوا وين في نيس؟ انا فيصل الحديدي في مارسي والله ما نعرفش بالضبط عرفت كريم يعرفش العالم وين في نيس في مارسي ما فما مسرح في والله ما نعرف المسرح ما عنديش تليفون كوميدي تياتر دو لا كوميدي دو نيس فوالا تياتر دو لا كوميدي دو نيس دونك سي سا انا وفيصل بانقينا هارموني تحفونا تحفونا فاهمين فنيا فاهمين فنيا على الاخر المسرحيه اللي تتطور كل مره كل مثلا خاطر احنا مع الاكتواليتي زاد نمشي كل اكتواليتي انت ظاهر لي قاعده تدور في المسرح وظاهر لي باش ترسي لك الدور تو في داري ديكو في تجربتك الجديده لهين ندوروا ديجا لهين ندورو سبيسيالمون سني داري ديكو خدمنا ديار البرا اللي عمرها معناها ما صارتش برشا مرات سني صفيقس فرنينا ان شاء الله كي نجمنا زيد كيف كيف ان شاء الله بروشينمون بنزرت دونك عنا بلايص نمشيو لهم خارج توصل العاصمه. شعطتك بلوس وش عطيت بلوس انت لداري ديكو؟ باهي انا باش نحكي لك حاجه انا داري ديكو الساعه من الاول ما كنت الجمله داخله المخ انا بني وشوان تومين نفهم انا ما نفهم في حتى شيء. عصام الفرشيشي هو المعد نتاع برنامج داري ديكو نتذكر كيما عندي توا عنا اضحك معنا جني قال لي رانيا تحبش عام الجاي تقدم داري ديكو؟ عملت له كالصدمه نتاع هنا هو كيفاه؟ يغزر عاد صدق حلوي اسمك تعرفوا بحذاه برا يخدم وما تقول لي على حتى شيء بالحق نقدم له تحيه كبيره خاطر هو اللي شجعني على الاخر قال لي برا اخدم وما تقولش لي وما تعرفش عليها وكل ايفيكتيفمون دونك كي بديت من الاول خايفه برشا اما بعد اللي زادتني داري ديكو زادتني رانيا اللي كنت نلوج عليها على الاخر زادتني الاكثر مومون نحبه في حياتي اني كي نعمل حاجه مزيانه العبد ويفرح بها قديش سونسيسيون محليها على الاخر اي سورتو تبدا تخدم فيها بقلب ورب ماذا بيك راهو الدار هذيك نتاعك. في الخير. مش تعمل في الخير، تفرح في عبد هكا هاو ماهيش حكايه خير. داري ديكو الاولى النسخه الاولى انطلقت مع مريم بن ميمون. مريم اللي هي بلوندا ونجحت فيها بالكدا بالكدا. اليوم اللي هي معاك في يضحك معنا اليوم معناها منك لها. شنو هي كانت الرياكسيون تاع مريم تغشت؟ با دو تو بالعكس شجعتني على الاخر وفرحت لي على الاخر وبالعكس وراتني برشا حاجات وقالت لي نصحتني برشا 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 زاده وقالت لي راهو شنو هما النصائح؟ ظهر لي عطتك نصائح لدخلك في حيط كيفاه فيرسيون مريم بن ميمون ولا فيرسيون راديا تون؟ اي انت كمريم انت بطبيعتك تقلد انا زاده اكتشفت فيك تقليد اي سي ان دون دونك تو تعرف يعني تو فوا يا هو اسمع داي ديكو يا هي صعيبه بالحق تو فوا فوغ لانغراتيتود بالحق فما عبيد هاك تخدم معاه مع يا اخي وكل وبعد ما شوفوش بيا بون بحق اسمع يعني يا هو يلزمك بحق تركز على الاخر سورتو مع لي سبونسور وكل ما لازمكش تطيح القدام مع الناس كلها تو فوا والله تبارك الله عليك والله الرفي الرفي مريم بحق انا من بون من ايامتك وقتها مكتوب كنت نقلدها كيفاش تحكي مع دالي دالي يحب كمان دالي بنت كبايه دالي يا مان انا باش نشوف كونسير سي باش نموت انا ما عادش نجم انا طب يا دالي اسمع انت قلت قلت اعطيني فوزي بن قمر فوزي انا احب اقول اللي
العائلة هذيا يا باب. والله العظيم والله أقسم بالله يا نوفل ما نجمش نفسر قديش وراو يلزم التسامح ما نجمش. لبنى لبنى زيه تعرفت ما تعارك انت وياها هذا سيناريو ولا تعاركوا بالحق؟ سيناريو فما شكون يتعارك مع لبنى عسله راهي لبنى على الاخر ونحبها برشا وانا وياك هكا هكا قال لها راني باش نكلاشيك تقول لي باهي حطينا من الجمعه نجيب باش نكلاشيك ديما بيناتنا حاجه هكا لبنى بون كيف تحب تحكي مع نوفل ولا معاك؟ ما يصيرش حط كيما تحب انت كيما اللي تعرف لطفي هاك المره مشيت للاك عجبتني روبا قلت لها قديش الروبه؟ قالت لي 3 ملايين ونص اه نارك 3 ملايين ونص حتى في روبه انا من جايب بنت حباره نتاع الفريبه اللي تسكن بحذانا ب 3000 فرانك تبيع في الفريب ما تضحكوش ماهيش بار دونك سي سا مريم بن حسين اه قولوا لي اكسيون هات اكسيون يا حب نعرف علاش ضربتني المراه ما تتضربش المرأة تتحب سي انفوسا لا حكيت ونحبها ياسر ياسر وبارفان في بالك مريم بن حسين ما بين الاكسيون والاكسيون تاع بارفان انا سمعتها عندك ديجا تاع بارفان مره تمثل معايا ويني مريم خرج قالت لي لحظه مشيت عند بارفان ورجعت قلت لها اسمع ما يبانش في الليكرون راه ما يسموهش لا بيه اما اذا ما يمنعش اللي انا بالحق تظهر لي اجمل مراه في تونس محلاها 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 على الاخر وفين وبرشا ومزينه برشا محلاها تو انت ظهر لي مهدويه اه وحكايه المراه ما عندكم في الدم داري ديكوكي دخلت ماكش ديجا احنا عندنا خالي ديما يحب بون احنا في المهديه اون فيت ماما كي تبدا في تونس خاطر احنا عايشين مولودين في تونس كي مشوا المهديه في الصيف عندنا خالي مغروب المراه ما نعرفش اون كوبل مع المرام عندنا احنا الضامن تقولش ضام قولوا لها ضاء والثين قولوها تي عاد يقول لها امني هي اسمها امنه ديجا امني نعملوا فرضاوي منا ونحطوا منا قوس ديما هكا والتريا نعملوها كبيره في الوسطيه نتاع الدار تقولوا الواه حسين تو الواه هذا كل انا ما نحبش اني داري نتاع صيف راني نحب كيكه الواه قوس ودنيا قال مثلا ماما تقول لي ماما مثلا شنو باش تجيب لي باغ اكزومبل باش تقضيني حاجه اراني اجيب الخدمي الراس عندك فوق التري واللي راك يقول لي فاهمني معناها برسمي قاعد عندهم سيتي ان فري تالون دو وعندهم رداد ربضاء ما عرفوش شكون الظالم وشكون المظلوم شنو رداد ربضاء ما عرفوش شكون الظالم وشكون المظلوم رداد ربضاء رداد رب هذا ولك باش تمشي تشري ثوم تقول 3333 كيلو تو 3333 كيلو تو كيلو ثوم فوالا دونك هذا هو سي بيغمون مهدوى وعنده مكاغنيت عندنا احنا الماشتات غاديك زاد ما تنجمش تفهم فاش لين يحكيو قام تحت ليلو تاع ريت ما تفهمش حتى شو يقولوا عندي ما كوزين رندا نوجه لها تحيه نبدا قاعده انا وياه اش قالوا زعما صابونه اه زعما اش قالوا بعد في الاخر بكل وليت عندنا هوايه نمشي كل مره لحنا نحفظوا اغاني الماشتات الكل ونفسروهم طلعوا اغنيتهم زينين الحق جيتنا اليوم زاد باش نحكيو في برشا مواضيع لكن عندك كود جول زاد تحب تعمله تحب تقوله بو في برنامج يحب يعاون الناس وي مش الناس الكل يعاونوا فيكم اه برنامج يحب يعاون الناس مش فرق قلبك انت موجوده هنا بو انا باش نحكي اليوم بالحق على حاجه ساعه نورمالمون رانا احنا كنا كتوينسه معناها الحكايات البيروقراطيه في حاجات كيما هكايا نورمالمون نتخليو عليها شويه نبعدوا عليها شويه. بيروقراطيه شتقصد؟ باغ اكزومبل مثلا احنا ديغنييغمون خلينا نبداك الحكايه من الاول احنا ديغنييغمون في اضحك معنا جبدنا حكايه فرنينه والبنوته اللي توفيت اللي هي مايل قاضقاضي الله يرحمها الله يرحمها دونك اللي توفيت في الحادثه نتاع الويد اللي هزها وكل دونك مشينا لفرنينة على اساس خاطر فما برشا عبيد حبوا يعاونوا ومنهم انا دافير كبير هو قال بربي لا تقول لي اسمي ولا تقول لي حتى شيء قال انا نحب نتكفل بالعائله هذيا ونحب نحاول اني نرمم المدرسه هذيك والراجل كي خرج مع سمير الويفي قال انا امنيه حياتي جوست معناها المدرسه تولي باسم ماهيل قاضقاضي نعرف اللي هي بروسيدور كبيره يلزمها ونعرف اللي لازمك تعمل دوموند لوزاره التربيه اللي احنا عملنا دوموند ولازمنا نستناو فاكس
دونك احنا كي مش نقعدوا نستناو هذيا كل حكايه باش تبرد ما نجمو نعملوا حتى شيء. مشينا عمل هو اون انسين هزيناها احنا كفريق داري ديكول كل ومشينا. قال لك حاجه لطفي، كنت على قد ما كنت متخيل فما فقر في الحياه عمري ما كنت متخيله هيك. لوليديت اماني سخفوره وليد بشليكه بالتل ربطها راهي مدرسه كلها خايخه على بعضها. راهو كنت راه مزيانهم يا لطفي، كنت راه محليهم، كنت راه شوف فيهم معناها ناريخ اللي نجم يوليو برشا حاجات وخدامه وقرايه ومسيكن كل اي حاجه تفرحهم. انا كي مشيت حشمت على الحوايج اللي لبستهم، كي مشيت حشمت اللي انا كل ليله نعارك على امي كيفاش طيب لي جلبانه مثلا. بالحق كي عبيد كيما هكاك تقول لك تقول لهم انتم شنو تتعشوا؟ والله مره نتعشوا 20 ليه. كي من بعد دخلنا حطينا لونسيني ما بدلنيش ساعة اسم المدرسة بالكل، جوست عملنا انوماج للبنوتة، جوست عملنا انوماج للراجل اللي محروق على بنته اللي أنا لتوا عينيه ودمعته بالحق في مخي ما حبش تتنحى، كي قال لي راهي ما هي بنتي حية ما ماتتش بنتي، معناها واحد شنو يحب أكثر من اللي كبت وماتت؟ تي لا تعوض له لا ديار ولا لونسيني ولا حتى شيء، مي على القليلة بتيت اوماج. كي حاطين لونسيني ما بدلنيش، قعدت مدرسه البطاح بفرنين. نجيو بعد نهارين المندوبيه الجهويه للتربيه نحي لونسيني خاطر يلزمكم رخصه، يعطينا رخصه يعاوننا. يوينكم انتم ديجا وقتها؟ وعلاش انتم ذيك البلاصه منسيه من با عبيد راهو كنت راهم عايشين في قش في 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 اكواخ في في حاجه مزريه على الاخر. تلويت قدام دار الطفله بزوز سانتي ما ينجموش يزور المستوصف، مستوصف مسكر. المرأة تحكي لي قالت لي انا بنتي ما لقيتش كيفين غسلها. سامحني، عائلة المرحومة الله يرحمها البنية ماهي القذقذي، كيفاش كانت ردة الفعل نتاعهم وقاربها؟ بالنسبة للبو شوكي مسكين يبكي، معناها اللي بكيه اللي بكيه نهارتها على الاخر. المرأة ام طفلة قالت لك انا ما عادش عارفة روحي وين، انا قولوا لي على الحدود نحب نعرف انا وين. معناها مراه تسالك تونسيه تسالك تقول لك يا اخي انا تابعه الجزائر ولا تابعه تونس؟ فهمت. مانيش عارفه روحي احنا شنيا، ما عندهمش ايدونتيتي، ماهمش عارفين روحهم هما ينتميوا لشنيا كيفاه بالضبط وقتاش. قالت لي انا بنتي كي ماتت ما عنديش ماء باش نغسلها، تغسل فيها بالماء نتاع الوادي اللي غرقت فيه المسخ، وين باش تحطها؟ قال لك الماء يقلب بكل وحطوها في المدرسه. بعد في الاخر بكل انتم تجيو على انساني يا رسول الله، ما قلت لكم اعملوا حتى شيء، لا حاشتنا بفلوس، لا حاشتنا باعانات، لا حاشتنا بحتى شيء، حاشتنا بجوست تخليونا نخدموا اكاهو. كاهو بوان فينال. وصلت المعلومه توجع ما وصلت المعلومه نتاعك. بخلاف الدار اللي بنيتوها وقاعدين تبنيو فيها، قانونا فما قنطره، فما مشروع نتاع قنطره باش تعملوا فوق الويت. فما مشروع نتاع قنطره باش نعملوا فوق الويت. في برشا فلوس، اما فما ديزوم دافير باش يعاونوا على الاخر. وبرشا عباد يحبوا يعاونوا. سي سيريو. احنا ديجا لوم دافير هذا اللي حكيت لك عليه وعد انه باش يعطي 20 مليون ديجا باش نبداو نبنيو القنطره هذايا. قنطره 20 مليون حكاية فيها. لي هو باش يبدا يعطي 20 وتفاهم ديجا مع عباد اخرين كل واحد قداش باش ينجم يعمل. دايوغ القنطره راهي ما تتكلفش برشا، هو الويد صغير. معناها احنا كي شفناها ماتت غاديك قلت لهم ماهوش غارق برشا، ماهوش معناها ماهوش واد كبير برشا. قال لك هي غرقت وكي قامت حيه، اما كي جاها النزيف ما فهميش مستوصف. معناها بالحق وكانت راس صغار اللي غادي، معناها هذيا ما هي. معناها انت كي قال لنا بو الطفله قلنا راهو مش كان بنتي، راهو في العام 10 و20 و30 صغير ولا يعرفوا روحهم هما تابعين شكون ولا يعرفوا شكون مشيت لها بيها. قنطره ب 30 40 50 مليون تنجم تمنع صغير من الموت وصغيرات برشا صغار. اوموا نبداو بهذيك، اوموا رموا مدرسه، اوموا نبعدوه على البلاصه هذيك الخطيره خاطر هو جاي بين واد وبين جبل، معناها وراه ديجا هفوف نتاع جبل. اوموا نخرجوه من غاديكا خاطر هو عنده 100 متر دار وديجا قال لك برشا عبيد عاونوا بالسيمان والياجور وهذيك الكل. جوست عطينا يتبنيو العرس احنا داري ديكون كملوا كل شيء. فهمت؟ وانا زيدا فما نحب نعطي النومرو هذايا ماذا بيا تكتب اسفل الشاشه، دونك النومرو 28 999 215، 28 999 215. وبربي حاجه اخرى، بربي النومرو هذايا لاو نومرويا ولاو نتاع تبازنيس ولاو نتاع بليده، راهو مسكين عصام الو رانيا بحبيك. عليك.
معناها زاد كومي قالوا راهو هذايا النمرو للتبرعات، اللي يحب يتبرع، اللي يحب يعاون باللي يقدر باللي نجم، مرحبا بيه وميرسي بوكو، وان شاء الله ترجع له على صحته، وان شاء الله ربي يرحم له والديه. هكا هاو. باهي رانيا تشوفوا في التيار شويه من الخدمه اللي ختمتوها في المدرسه نتاع نايل قذقاذي، اوكي؟ وي. 13 نوفمبر 2019 ما كانش نهار سهل على التوانسه. نشرات الرصد الجوي تحذر. مدارس في عدة ولايات سكرت بيبانها قدام التلامذة، والكل ماخذ حذره من أمطار قد تكون طوفانية. أخبار ذكرتنا برشا أحداث أليمة تعداو علينا قبل، والمتهم الرئيسي الغيث النافع. في خضم هذا الكل في جندوبة، تحديداً في منطقة تبعد 30 كيلومتر على فرنانة، أو بالأحرى في منطقة البطاح الجبلية على الحدود التونسية الجزائرية، جينا الفاجعة. نص النهار بنية في عمر الزهور ترميها مياه المطر في أحد الأودية. مها صاحبة العينين الجميلتين. مها اللي ما تجاوزش عمرها 11 عام. مها المتميزة في قرايتها. مها اللي كانت مروحة من المكتب اللي يبعد على دارهم عشرات الأمطار فقط. لقات روحها بلا حول ولا قوة وسط الواد اللي جرفها مئات الأمطار. فاجعة هزت التوانسة الكل. مبروك والد مها رغم معاناته. طلباته كانت بسيطة. نحب اسمها، نحب يتكرر في مدرسة البطاح، توعد شهيدة مدرسة البطاح. في نفس الليلة برنامج داري ديكو يتحرك ويقرر باش يتبنى طلباته من تعليق أونساني تحمل اسمها في مدرسة البطاح، البناء دار تلم العائلة، لتشييد جسر فوق الواد اللي تسبب في الكارثة. مبادرة لقات اهتمام من عدة مستشارين، أبرزهم شركة هابي ناس تونيزي اللي في أيامات قليلة حضرت أونساني تحمل اسم مها قذقاذي، مشيت مع قافلة تضامنية اللي تنظمت الغرض هذا. إكيب داري ديكو هابي ناس تونيزي شدوا ثنية للبطاح. فريق داري ديكو أكيد معنا هابي ناس اللي اليوم تكفلت إنها باش تدير المدرسة الابتدائية بالبطاح في فرنينة وتبدلها باسم مها القذقاذي. أنا تو نحسها ما ماتتش. أنا الصباح نجي نحياها نولي. كي يجوا هما يقروا النشيد الوطني التونسي نقرا معاه ونحياه. نعطيها تحية. خاطر هذه العزيزة والنوارة نتاعي. وتمنت باش تحييني. تمنت قالت لي يا بابا راهو باش نكبر. قالت لي ظلك تحيي فيا. هاو نحييك أنت ميت. هاو حقك. إن شاء الله تقعدي في قلبي ونخلت يوم القيامة ونشوفك. إن شاء الله نلقاك في الجنة. إن شاء الله يا رب. خاطر راكي ناشطة، راكي ذكية، راكي حنونة، راكي صبورة، راكي يوجعني راسي، أنت اللي تمشي تشتري لي الفرقوم وتجيبيني وتحط تعطيني، كذا اللي عطشان أنت تفزي، أنا ناكل فك الدواء هذاك ما نجمش نفز نتاع دواء الأعصاب، أنت اللي تشربيني في دوايا وتذكريني في دوايا، أنت هي اللي تجيبي فيه لي. بربي نداء للعبيد الكل، الناس اللي تحب تعاون امان، العبيد الكل تحب تعاون هاكم تشوفوا في الحاله، تو نزيدوا بعد شويه نزيدوا نشوفوا ما هي وين كانت تسكن، الويد وين ماهوش بعيد جمله على الدار اللي كانت تسكن فيها، امان علاش هكا صغيرات راهو في العمر هذايا مازال قدامهم مستقبل، مازال قدامهم برشا طموح، مازال في مخاخهم برشا احلام، يموتوا على اقل حاجه على قطرتين ماء يتصبوا في واد يفيض وحتى حد لا واقف، حتى حد لا يهمه، مسؤولين ما يهمهاش، عباد ما يهمهاش، احنا لهنا يا خويا ما حشنيش بكم، احنا لهنا مازلنا باش نواصلوا باش نكملوا. من المدرسة مشينا للكوخ اللي تعيش فيه مها، في الثنية عرفتنا أمها. بركة فيك مدام، جنبوسك. بنتي ماتت جيعانة، ماتت عطشانة، ماتت عريانة، ماتت صبحت اللي جيت باش تموت، قالت لي اعطيني الفلوس باش نشري لحم ما ثمياش، معناها ماتت كي جينا نغسلها ما لقيتش ونغسلها، تغسلت في الكوخ هذاك قطر بالماء، بنتي ليلة اللي ماتت وجابوها من السبيطار ما لقيناش وين نحطوها، بنتي كي جابوها من السبيطار ما لقيناش وين نحطوها هي ميتة راه. برشا حرقة وجيعة في كلام أمها اللي كانت تعيش في الكوخ هذا. بنايه كيما هكايا تموت في ظروف كيما هكايا وتعيش في ما نعرفش شنيا انا ذا النجم نقول لها حيوت ماهوش حيوت، سقف ماهوش سقف، فرش ماهوش فرش، شنيا العيشه ذا؟ هذه حكايه مها، حكايه تشبه لحكايه رانيا اللي ماتت من البرد، حكايه تشبه زاده لحكايه انور اللي مات من الجوع، حكايه شاءت الصدف انه يتقابلوا فيها ثلاثه صغار الكلهم من نفس البلاصه،
حبينا نفرحوا على القلك صغيرات اللي تأسفوا على ماهي على زميلتهم ماهي اللي حبينا لو مينيموم نفرحوهم ابغى كدبغى دونك خامت في صغيرات ذوما الكل وجابت لنا دي كادو يعطيكم الصحه ابغى كدبغى. فهل باش نستناو صغير اخر نفقدوه ولا حان الوقت انه الناس الكل تتحرك لانقاذ رانيا وانوار ومهاء اخرين اليوم ممكن يستنى فيهم نفس المصير. ما تلحمة يا حما تلحمة هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. دونك وجيعة وجاعة كبيرة بالحق كيفاش فسر لك معناها كي مشيت غاديكا انا شنو وريت ولا العبيد اللي معايا مع فريق داري ديكو ولا ربي صبرهم وربي معاهم وان شاء الله يا ربي نلقاو حل على القليله وغزروا لهم امان وغزروا لهم شوفوهم كيف عايشين يا خويا امان هما كمسؤولين احسبهم وليدك ولدك ولا بنتك ترضى يعيش كيما هكا ترضى ما عنده صبات ترضى ما يعرفش شنو ياكل وشنو يشرب بالحق ما نعرفش كيفاه شي حشب نعرف معناها شو نقول لك انت قلت اللي عليك وقاعدين تعملوا في اللي عليكم ان شاء الله الناس والمسؤولين والعباد اللي قاعده تسمع تعاون ليميسيون هذه وقتاش تتعدى وقتاش تحضروها ان شاء الله بقدرة ربي في لو 15 ديسمبر ان شاء الله دونك حتى لين ساعه لازم يخليونا ما يحطونيش العصا في العجله ما خليونا نخدموا شويه خليونا نخدموا انا نقول لهم حاجه واحده خليونا نخدموا اكاهو اكاهو ما حاجتي بحتى شيء يا خويا اعطينا رخصه اعطينا اي حاجه تخلينا امان أسمع. بربي 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 فماش كان حاجات مؤثره هكا زاد دخل ماك تعرف زاد برنامج خفيف ما نجموش نقعدوا كان في الدراما اكيد فما حاجات طريفه زاد بار اكزومبل صارت لك في داري ديكو اي انت دريت مريم بالميمي كي تقول لك تبيك من الغراتيتود فما ناس ما تقدوا لهم ديارهم وما يفرحوش ساعه فما دار دخلنا قاديناها دار بالحق تتعدى تعاود تشوفوها وتعاود تشوفوا لا رياكسيون واحنا سنين حاجه سبيسيال زاده في داري ديكو انه كل شيء يتعدى معناها كل شيء يتعدى بالبي بالخايب رياكسيون بين والخايبين ما تمثليش يا خويا خلينا نشوف الرياكسيون بتاعك دخلنا جيت المراه مازالت كي دخلت مقزه باهيه مدام عجبتك الدار متى يعطيكم الصحه هكا بالضبط راه معناها ما فما حتى رياكسيون الراجل عامله كي سكت 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 قلت له مسيو سافا عجبتك الدار خيط الانترنت وين؟ انا وقتك كيفاه باش نتصرف معناها علاش دارهم كانت خايب باهيه ورديتوها لهم خايب ما نحبش نتكلم وكها كيفاش دارهم كيف كانت احنا ديجا نمشيو للدار الخايبين معناها اللي بالحق تلقى فما ما عنديش موبل حتى ترقد عليه معناها فماش فهمتك بالحق واحنا ديجا سني سيليكسيون وجعكم كي تعملوا حاجه كامل العباد وما تخيل انا واحد ديجا يجي يدهن لي حيط في داري بلاش نقعد نشوف له باهي حياتي الكل خلي انت تقد له دار بقيمه ملايين معناها وما تخافوش انتم اليوم تدخلوا في علاقه هكا مع العباد تولي توري الحاجات الباهين والخايبين في خاطر يلزمهم يظهروا يزينا بلا تمثيل خاطر بالحق فما عبيد قد ما تعمل معاهم اون جينيرال وانت تعرف حتى في الدومين قد ما تعمل معاه وقد ما تقف معاه وقت اللي يلقى ضربه باش يضربك يضربك كيف كيف اذا ما انت باغ اكزومبل بعثت سي ميس وحلمت لي احنا جايين وصليت ودعيت باش نجي وجينا وقعدنا الدار وتعملهم لنا الكل وحاجه اخرى راهو قبل ما نبداو نقدو الدار يبدا قاعد مع الاركيتكت ويعطي لي بوزوان نتاعو كل كلمة الختام رانيا باهي كلمة الختام ما نحب نقول ونعاود ونذكر اللي يحب يعاوننا دونك يكلمنا على النمرو هذايا 28 999 215 زيدا نحب نشكر فريق داري ديكو الكل فردا فردا ما نجمش نقول اسمي الكل اما نحب نقول لكم محليكم على الاخر بالحق لقيت عائله محليها على الاخر واون ايكيب اللي فرحانه نخدم معاها بورتون داري ديكو فيها برشا 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 تعب زيدا كيف كيف ان شاء الله شوفونا قدرة ربي في مي ديسمبر نبداو داري ديكو ان شاء الله تعجبكم السيزون هذايا ابار هذايا الكل نحب نوجه تحيه لبوبا نحب نقول له ان شاء الله لاباس وان شاء الله يا ربي يخليك لينا وربي يفضلك لينا وشده وتزول وكاها ميرسي رانيا ميرسي مرحبا بك فاصل ثم نعود